بغيتي تاخدي ساك وتعطي الساك الثاني كادو اليوم في هذا الاسبوع هذا، غتستافدي من تخفيض ساك 250 وغتاخدي معاه ساك ديال بروميير شوا ب 50 درهم فقط. الا خديتي هذا ولا هذا في جميع الاشكال ديالو، سيكان البنات ديال بروميير شوا الثمن ديالهم 250 درهم فقط، معهم حتى هذا اللي فيه واحد لوفر زوين هاد السيمانه هادي، غتاخدي معاه سويك الزوين البراتيك العملي ب 50 درهم فقط. البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اول حاجه كنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق، وكنبغي نقول لكم باللي لوفر اللي عجبكم بزاف ديال لي ساك اللي غتاخذوهم مع لو بيتي ساك بانان ب 50 درهم راه مازال مستمر. دونك لوفر البنات راه كاين، اللي بغات تستافد من لي ساك ديال هاد لا مارك هادي وتستافد من الساك ديال 50 درهم راه مازال مستمر، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله البنات لا فيديو غيكون فيها واحد التشكيله جد راقيه في لي مونتر بناء على الطلب ديالكم، غنوريكم بزاف ديال اللوينات ان شاء الله، واللي عجبها شي موديل ان شاء الله راه غادي تستافد منه. بيان سور غيكون معنا دي ساك دي زيسبا وغيكون معنا دي سوفر زوينين. ما نطولش عليكم بزاف مقدمه ونبداو مباشره في لي زارتيك ونبداو على بركه الله. واول موديل غندير لكم بها البنات هاد الاناقه هادي الجديد اللي يدخل في هاد لي ساك هادو، كتسولوا عليهم بزاف ديال برا نو مارك لي ساك بوشي. وشكيل البنات ديالها كيجي على هاد الشكل هذا، من لي فيها لي سيباراسيون لداخل تبارك الله، وكتهز ما شاء الله البلاصه ديال لي كارت. شوفوا معايا شكيل هانتوما من هنايا، راه حتى هو يمكن لك جويب، يمكن لكم تاهو تستغلوه، يعني تبارك الله كيهز كبيبر ما شاء الله، يهز لكم حتى البورتابل كلشي، وكيجي بلا بوندولير ديالو، كتجي اجوستابل تزيدها ولا تنقصها، ولا فورم ديالو كتجي انيقه، وفيه هنا بحال هاد بحال شكل ديال خاتم من هنايا، كتجي تبارك الله غزاله. والوينات اللي كاينين فيها فيها هاد الباج، فيها النوار، فيها هاد الغوز هذا، وفيها الموف، ربعات اللوينات ما شاء الله زوينه. الساق ديال برا عملي وثمن 79 درهم فقط. والجديد البنات اللي يدخل في لي ساكادو في واحد لوفر غزال بزاف ديال هاد لا مارك هادي، تهزي ساك كيف ما كتشوفوا معايا، كيف ما يمكن ليه يتهز حتى ساكادو، كيجي انيق كيف ما كتشوفوا معايا، لا كاليتي ديالو البنات غزاله تبارك الله. كيف ما كتشوفوا هانتوما راه كيجي كله مطبوع، هنا البلاصه اللي يمكن لك ديري فيها السميطات ديالو الا بغيتي تهزي ساكادو، علاش لا يهزوه حتى البنيتات الوليدات، هزي حتى نتيا الا بغيتي تستغليه، ما تخافيش من والو من لا كاليتي ديالو. لا مارك راها معروفه غنيه عن التعريف، معروفه بهاد لي بوطون هادو تبارك الله، فن انيق وكيهز راه كيهز تبارك الله، والثمن ديالو سولد ب 280 درهم فقط. وكيف ما كتشوفوا البنات فيهم جوج لوينات، كاين لي بوطون اللي كيجيو بالنوار، وكاين لي بوطون اللي كيجيو بالارجونتي، دائما نفس التفاصيل بلا سيرتيفيكاسيون بلا اوس، كيجي فيها تجويب من هنايا، وحتى هما فيهم جوج ديال السميطات، يمكن لك ديريهم سواء تستغليهم ساكادو سواء تستغليه كساك سولد وبروموسيون. لا كاليتي الاولى 280 درهم فقط، علاش قاد شي كولور صيفطنا كابتشور ديكرون في الارقام تلقاو اسفل في الشاشه، ستوك تري ليميتي، دونك سولد البنات الثمن ديالهم 280 درهم فقط. والجديد البنات اللي دخل في لي ساك واحد الباك غزال غتستافدوا منه، واللي زوين هو انه غتاخذوه وما غتخلصوش لا ليفريزون، علاش؟ الا خديتو لو باك اسبا ساك غتقام عليكم لا ليفريزون فابور، دونك المحل اللي غتكلف لكم بتكاليف الشحن غيجي عندكم ليفر حتى لباب الدار، وغيعطيكم غير غتخلصوا غير الثمن ديال لي زارتيكل اللي خديتو بحال جيتو للمحل. الا بغيتو تعرفوا كيفاش، كاينين جوج ديال لي باك، لو باك الاول البنات في هذا لو ساك هذا اللي كيجي بلا بوات ديالو، كيجي بلا اوس سيرتيفيكاسيون، دائما لا كاليتي الاولى، بلا بوندولير ديالو اللي كتجي اجوستابل، لي سبا اللي كيعشقوها بزاف ديال السيدات، كتجي خفيفه وانيقه كونفورتابل في اللبسه، لي بوانتور من 36 41 ما شاء الله كيفاش كتجي من البوسه. الا خديتيها مع لو ساك ديالها ما تخلصيش لا ليفريزون، وبالنسبه لو بري ديال لو ساك 280 درهم عوض 380 درهم، ولي سبا غتبقى لكم 280 درهم فقط. فلي بونتيغ من 36 ل 41 كاين هاد لو باك هذا، غنوريكم لي كولور الاخرين اللي كاينين في لو ساك البنات، سينو التفاصيل ديالو من الداخل راه ما شاء الله كيهز، وفيه جويب ديالو، فيه لا بوندولي راه قاديتها لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي بالبواطه ديالو. وكاين الباك الثاني هو هاد لو ساك هذا
اللي كان لو بري ديالو 320 درهم اليوم غيتسولدا في هاد لا فيديو هادي. راه قلت لكم البنات هذا اسبوع ديال التخفيضات في المحل، غتاخذوه ب 280 درهم فقط. التفاصيل ديالو غايه في الاناقه، حتى هو البنات راه كيجي بلا بوندوليغ ديالو، كيجي حتى بلا بواط، وبالنسبه ليسبا اللي كتمشي معاه فيها لي بوانتور 35 ل 41، ثمن ديالها 280 درهم فقط ليكم نتوما. ما شاء الله عليكم كتعشقوا الحاجه الزوينه، دائما لي بري اللي غتلقاوهم في المتناول، ودائما لا كاليتي الاولى ولو كونفور والصح والعمل ودي زارتيكل شيك او طوندونس فهاد لا مارك هادي. باك بغيتيه مبهج، بغيتي شي حاجه مغلوقه، بجوجهم متوفرين ديسپونيبل في المحل. لو بري ديال لو ساك من 320 درهم غيبقى لكم نتوما ب 280 درهم فقط. لي سبالي بوانتور 35 41، الثمن ديالها 280 درهم. خديهم بجوج وما تخلصيش لا ليفريزون لاول مره في هذا لو باك هذا، مرحبا بكم، ونخليكم مع لي كولور اللي كاينين في لي ساك. كيف ما قلت لكم البنات لو ساك كيجي بلا بواط ديالو، وهادو هما لي كولور اللي كاينين فيه. كاين فيها البنات حتى هاد لا كولور هادي كتجي شويه برونز. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على التفاصيل ديال لو ساك، السيدات اللي بعاد ما نسيتكمش مرحبا والف مرحبا. شوفوا معايا من الداخل، هادي هي التبطينة ديالو، راه كتجي فيه سنيسلا وكله مطبوع ما شاء الله لا كاليتي، وراه كيجي حتى بالبواطة ديالو. في هاد لاكولوغ هادي في البيض اليوم ان شاء الله راه فيه هاد السولد هذا، وفي حتى هاد لاكولوغ هادي راه ماشي بحال الاخرى، هادي شوية كليغ عليها. فوالا البنات ما شاء الله راه كيهز، وفي هاد لي بواني تقدر تهزو في الكتف، يعني السيدات اللي كيبغيو يهزو الساك في الكتف راه يمكن لكم تستغلوا هاد لي بواني ديالو كبار، سينو يمكن لكم ديروا فيه حتى لا بوندوليغ ديالو، كيجي بلا بواط ما شاء الله كاليتي طوب البنات، وفي بروموسيون 280 درهم فقط. خديتيه مع لي سبا غتستافدي من السولد اللي كاين في لي سبا زائد توصيل بالمجان. سينو الموديل الاخر البنات كاين فيه هاد البلو مارين، كاين فيه النوار، تخوا ديال لي كولور، بغيتي كولور فرونسي فيه النوار والبلو مارين، وزيد عليه حتى البيض اللي بارطاجيت معكم، ويمكن لكم حتى هو تاخذوه مع لي سيسبا بجوج، ويمكن لك تاخذيهم مع لي دو موديل اللي كاينين البنات، يعني يمكن لك تاخذي مع هذه ولا هذه، اي كولور عجبتك. بغيتي تاخذي لي سبا وكيجيك ليفريزون كتجيك غاليه، اليوم كنقول لك بلي المحل اللي غيخلصها لك يكفي انك تختاري وديري كابتور ديكرون ونصيفطو لك الموديل اللي عشقاتو لك خاطرك وتاخذيه مع لو ساك ديالو. مرحبا والف مرحبا. ولي عاشقات السكه الكبار ديال هاد لا مارك هادي، السيده البنات راه معروف بزاف بازيك ديال هاد لا مارك هادي، حتى هو معشوق السيدات، فيه لوينات زوينه في واحد الثمن زوين بزاف. كنهضروا دائما على الكاليتي الاولى البنات، الطبعه ديالو راه كيجي فيها البنات راه معروف الموديل، كيجي معاه البزيطيم ديالو، كيجي مع الموديل، الموديل كيجيب لي بواني كبار، وكنهضروا على لا كاليتي الاولى، راه كيجيب لا اوس ديالو، حيت راه كاين فيه زعما ليميتاسيون ديالو، راه فيها بزاف ديال الدرجات. هذه هي لا كاليتي الاولى، هذه هي ليميتاسيون الاولى. كاين اللون الاول البنات اللي فيه الباج من الداخل ديالو، اول لون هانتوما البنات مبطن هكا بالباج. اللون الثاني البنات مبطن من الداخل نفس التفاصيل، من الداخل بالغوز، بالغوز نيود، شوفوا معايا راه بالوريقات ديالو، بلا اوس ديالو، راه كيجي كله هكا بالتفاصيل ديالو، كيجيب البزيطين كيف ما كتشوفوا معايا. هذا ثاني موديل، وثالث لون البنات هو اللي كيجي فيه الحمر، شوفوا معايا من الداخل مبطن بالحمر هكا خارج، هذا هو اللي خارج كيف لوريجينال البنات. دونك هانتوما، وكاين فيه حتى هذا اللي فيه الزهره ديالو، هذا البنات من الداخل راه مخدوم بلا كولور غوج، وبالساوب سنيسله ديالو، حتى هو بالبزيطين وبلا اوس ديالو، بالوريقات لا كاليتي الاولى دائما. دونك البنات ربعات الوينات كابتور ديكرون، عجبا شي موديل. بالنسبه للستوك اللي فيها البنات راه تخي ليميتي، فيه غير شويه، دونك اللي عجبا شي موديل تواصل معنا. بغيتيه بالغوز بالباج بالاحمر اولا بغيتيه بالضامه، اربعه ديال الوينات، والثمن ديالو سولد دو بروموسيون لا كاليتي الاولى ب 380 درهم فقط البنات. بالنسبه لهذا الموديل هذا البنات اللي عجبتكم مع لا سانتور ديالو، هانتوما اللي عشقاتو مع لا سانتور ديالو، نفس الموديل كتجيب لا بواط ديالها، ثمن 99 درهم فقط. كيف ما كتشوفوا كتجيب لا غارنيتور ديالها، سانتور مع ساك كابتور ديكرون، لو ساك 380 درهم، 99 درهم فقط. لا سانتور ديال الهاي كوبي، وحتى لي ساك البخوميي شوا بلي كولور كامل. مرحبا ألف مرحبا البنات. غادي نخليكم دابا البنات مع واحد التشكيله يلا دخلات ديال لي مونطغ ديال هاد لا مارك هادي، كيجيو بالبواطه ديالهم كاملين، تشكيله جد راقيه. بغيت نوريكم هكا كل لوين بوحدو باش السيده اللي عشقات شي موديل تشوف الفرق وتشوف الموديل كيفاش داير، وبيان سور اللي بغات دير كابتور ديكرون باش يوصلها الموديل اللي شافت. غنخليكم مع اول موديل البنات، كلهم كيجيو بالبواطه ديالهم، تشكيلات راقيه بزاف. بالنسبه للموديل الاول كنتمنى ان لا كاليتي ديال التصوير والاضاءه تكون
موضحه لكم الصوره اكثر ويبان لكم لارتيكل كيف ما هو ويعطي حقه، حيت ما شاء الله مخدوم بواحد الدرجه ديال الاتقان جد جد عاليه. من الداخل مطروز على هذا الشكل هذه وكتجي كلها دوغي، وبالنسبه للطابلو ديالها راه فيه هذا اللون هذا دوغي بارد ما شاء الله غزاله. هذا اول لون. ثاني لون هو ارجونتي ودوغي وفيه لي بيرل، واللوين اللي فيها البنات بغيتكم تركزوا لي على الطابلو ديالو كيفاش مخدوم. قليل فين غتلقاي هذا اللوين هذا، يعني ما تلقايش مدرح شي حاجه غتلبسيها انت ليك سبيسيال انيق بزاف، وفيه هاد لي بيرل هادو غزالين ما شاء الله، ومن الداخل فيه هاد اللوين هذا بحال داك الزريرق غزال. وهاد الموديل هذا حتى هو هذا سون بيرل، فيه لارجونتي وفيه الدوغي. من الداخل الطابلو ديالو كيجي بالدوغي، شوفوا معايا الصفر ديالو كيفاش داير ما شاء الله بالبواطه ديالو انيق. كاين هاد اللوين هذا حتى هو هذا كيجي بلي بيرل، كيجي سامبل بالدوغي، والطابلو ديالو كيجي في داك كيجي بحال داك البلون كاسي من الداخل. فوالا البنات كنتمنى ان التصوير يعطي حقه حيت تبارك الله راه اللوينات زوينه ما شاء الله. فوالا دونك كاين هذا حتى هو شوفوا معايا، هذا فيه لارجونتي والدوغي وفيه لي بيرل، والطابلو ديالو كيجي بالدوغي بارد. كاين البنات هذا الموديل حتى هو اللي فيه لارجونتي والدوغي والطابلو ديالو بالكري، هذا كري بارد شوفوا معايا. كاين هذا اللوين هذا راه الطابلو ديالو في الزرق، حتى هو فيه لي بيرل، هذا الزريرق ازرق سماوي هائل مخدوم بواحد الدرجه فنيونه ما شاء الله. هادشي كل البنات السلعه ديال برا كاليتي توب. هادي فيها الحجيرات من الجناب وفيها لي بيرل من الجنيبات، وفيها الطابلو في الدوغي وفيها لارجونتي والدوغي في لا سانتور كامله، وشوف فيها هاد لي بيرل هادو من الجنيبات حتى هما عطاو واحد المنظر خطير تبارك الله في لا مونتر. سينو كاين هاد الموديل حتى هو هذا فيه لي بيرل وفيه حتى لي بيرل من الجنيبات، وفيه الدوغي ولارجونتي والطابلو ديالو في الكري. كاين البنات حتى هاد اللوين هذا هانتوما ركزوا معايا حيت اللوينات راه كيتشابهوا. كاين هاد اللوين هذا توا في الكري بارد، لي بيرل راه ما كيتشابهوش كل موديل ولي بيرل اللي فيه، هادو فيه لي بيرل رقاق هادو فيه لي بيرل غلاط كيف ما كتشوفوا معايا بلارجونتي وبالدوغي، وهادشي كله بالبواطه ديالو. كاين هاد اللوين هذا مارون طابلو مارون، لي بيرل في الجنيبات ولي بيرل في لا مونتر، ومن هنايا فيه الدوغي ولارجونتي، هذا مارون البنات. كنخلي لكم الوقت اللي بغات السيده اللي بغات دير كابتور ديكرون، كنتمنى ان الاضاءه تكون واضحه لكم تعطي حقها حيت ما شاء الله مخدومين اللون مخدوم بواحد الدرجه ديال الاتقان جد جد عاليه. كاين هادو حتى هما بلي بيرل، هذا الطابلو ديالو في البيض شوفوا معايا الطابلو في البيض كيفاش جاي، يا سلام يا سلام هذه هائله تبارك الله. هاد لي بيرل هادو رقيقين، لي بيرل من هنا دوغي ارجونتي، والطابلو ديالها كيجي في البيض هائله جدا. بغيتيها لا الطابلو ديالها في الدوغي يعني في هاد الصفر هذا، وبيان سور لا مونتر كولها كيجي في هاد الدوغي ولارجونتي تبارك الله غزاله بلي بيرل من هنايا ما شاء الله كيفاش دايره فن فن فن. بغيتيها دوغي في دوغي كاين هادي دوغي الطابلو ديالها دوغي وفيها لي بيرل بالبواطه ديالها وما شاء الله هائله، ما تخافي منها كحال ما تبيها كاليتي توب البنات ما شاء الله. كاين راه كاينه البنات واحد لا كاليتي قل من يعني كتكون كاليتي ماشي مزيانه، هادي البنات راه كاليتي الاولى راه ما كتكحال ما تبيض ما والو، لا سي انوكسيدابل ديال برا وراه كتجيب البواطه ديالها. سينو كاين هاد اللوين هذا يا سلام اول مره يدخل هاد اللون هذا خطير خطير تبارك الله، هذا فيه لي بيرل وفيه فيه من هنايا البنات في الجنيبات هنايا هنا هاد الغوز هذا حجيرات بالغوز، هادشي كله ما تخافوا منه لا يطيح لا والو، راه كاليتي البنات راه فنه ما شاء الله. وبالنسبه لا مونتر البنات شوفوا معايا كيفاش دايره من الداخل، راه فيها من هنايا الغوز نيود وكتجي كلها بالدوغي ما شاء الله، وكيجي فيها البواطله ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. اخر لوين معنا حتى هو غزال غزال غزال، شوفوا معايا البنات كيفاش داير حتى هو هذا اللوين ما شاء الله، فيه الزريرق من هنايا هانتوما فيه هاد لي بيرل بالزريرق، من الداخل فيه هاد لي موتيف فيه لي بيرل من هنايا، هنا ما فيهاش حجيرات كتجي سامبل باش ما تجيش تخو شارجي، ومن هنا فيها الدوغي ولارجونتي ما شاء الله انيقه وغزاله تبارك الله. يعني البنات اللي بغيت نقول لكم هو واحد تشكيله راقيه اللي عجبها شي موديل، هذا الشيء راه جديد ما شاء الله بالبواطه ديالهم، اللي عجبها شي موديل تخلي لنا لا كابتشور ديكرون باش ان شاء الله نصيفطوه ليها، راه لي زارتيكل تبارك الله غزالين، لاسي ديالهم راه انوكسيدابل، لا كاليتي توب البنات. دونك هانا نخليكم على لي زارتيكل باش تشوفوهم كاملين، اللي عجبها شي موديل تصيفط لنا لا كابتشور ديكرون ديالو. بالنسبه للموديلات راه لاسي ديالهم انوكسيدابل، لا كاليتي ديالهم واعره، كيجيو بالبواطه ديالهم وديال برا وفنين ما شاء الله، لا مارك واعره، الاختلافات كلهم كاينين، كاين لو شوا فيهم تبارك الله، لا جو شوا، راه ما تختاروا، لبسوا لا مونتخ اللي عجباتكم، مثلا كتجيكم
دائما كتشوفوني ميم موديل. بغيتي تنوعي غتلقاي لوينات دي طابلو مختلفين هاد المره. طابلو شوفوا الزريرق ما شاء الله ازرق سماوي غزال ما شاء الله. بغيتي الكري شوفوا غير هاد دير بحال شي كريم غزال لوينات فنين بهكا بلي بيرل من الجنيبات ديالهم. بهاد لوينات ما شاء الله فنين كاليتي ديالهم طوب بالبواطه ديالهم وديال برا. ودائما اثمنه في المتناول. السلعه ديال برا في محل شي اسيه بالبواطه ديالهم 240 درهم فقط. الموديل اللي عجبك سكرين شوت مرحبا والف مرحبا. تسهلوا كل خير بنات الخير. بغيتي تسافري بغيتي تمشي شي خريجه وكتقلبي على ساك كبير وكاليتي الصح والعمل وتهزي فيه كل شيء ويكون خفيف وما تخافي منه لا يتقطع لا والو. جا في محل شي اسيه لي اول مره سيكل كبار سيكل ديال السفر سكن ديال الخريجات وحتى هما فيهم جميع الامتيازات اللي كيتوفروا في محل شي اسيا اللي هما لا كاليتي الاولى الجوده الاولى. بغيتي صاك كبير انيق ومتميز وخفيف في الهزه اليوم جبنا لك السويك ديالك صاك الاحلام اللي كتقلبي عليه. بغيتي تديه معك لاصال تخرجي فيه خريجه عندك شي عمل بغيتي شي صاك اللي غيهز لك كلشي يكون خفيف ويكون انيق ومتميز اليوم جا الصاك ديالك الصاك ديال الاحلام ديالكم الصاك ديال السفر ديال هاد الوقيته هادي. بغيتي تسافري كنتي غتسافري في المغرب اولا غتسافري على برا الصاك اللي ما غيحشمكش في الوقت ديال الخريجات والوقت ديال السفر مثلا وليداتك القرايه كتقلبي تسافري وبغيتي صاك اللي غيهز لك كلشي ويجيك زوين وما يعذبكش في الهزه وما تخافي منه لا يتقطع لا والو. ودائما تحافظي على الاناقه ديالك والتميز والرقي ديالك. ها هو الصاك الاحلام هو هذا. جا اليوم المحل شي اسيا الصاك ديالكم ديال السفر بلاكسيس ما نسيناش البنات بلاكسيسوار مطبوع لا بوندولير ديالو بالبواني ديالو وتبارك الله شحال كيهز من الداخل البنات. شوفوا معايا الصاك الاحلام بلا اس ديالو حتى هو كيجي وشوفوا معايا من الداخل الطبعه كله مطبوع من الداخل كيجي مطبوع. شوفوا معايا البنات التفاصيل فيه جيوبه وما شاء الله يهز لكم كلشي وخفيف في الهزه ومطبوع ولا كاليتي ديالو فنه. وجا هاد اللوين هذا النواغ ديالو فيه هاد الدوغي هذا غزال تبارك الله ويهز لك كلشي. ساك الاحلام ساك السفر اليوم كاين في محل شي اسيا وبلاوس ديالهم كلهم كاين هاد الموديل هذا حتى هو ما شاء الله شحال كيهز ومطبوع من الداخل بالسنيسله. شوفوا معايا التفاصيل ديالو ساك راقي جدا السنيسله ديالو كيجي التفاصيل ديالو رائعه. شوفوا معايا الطبعه من جهه ديال السنيسله كله مطبوع لا كاليتي ديالو فنه هنا مخدوم بواحد الطريقه رائعه. شوفوا معايا وخفيف راه كنهضر معكم البنات راه خفيف تبارك الله وكبير ويهز لكم كلشي يجمع لكم الاساسيات كاملين وفي نفس الوقت انيق تهزيه وانت مرتاحه تهزيه وانت فرحانه وما عمرك ما غتهزي الصاك ديال السفر وما غاديش يخسر لك الاناقه ديالك بالعكس غادي يزيدها جمال فوق جمال. كاين هذا اللون هذا وكاين معايا هذا اللون هذا شوفوا معايا مونوغرام ديال هاد لاماك هادي ما شاء الله. شوفوا تبارك الله هذا حتى هو خارج لوريجينال انيق بزاف صاك ديال 600 درهم ديال 700 درهم غتاخذيه ب 450 درهم فقط بلاص ديالو صاك كبير ديال السفر ما غيحشمك ما والو والكاليتي ديالو ما شاء الله الطوب. بغيتي في النواق كاين هذا الموديل حتى هو هانتوما البنات كاين هذا الموديل ديال هاد لاماك هادي لي مارك اليوم غتفرعوا في لي مارك نرجعوهم كاملين. شوفوا تبارك الله البنات كيهز كلشي ساك الاحلام ساك السفر ساك الاناقه ساك التميز ما شاء الله كبير يهز لك كلشي بلا بوندولير ديالو وتبارك الله كبير وخفيف في الهزه ودائما انيق ومتميز وفي الجوده الاولى وصول دو بروموسيون في محل شي اسيا 450 درهم غتاخذي ساك الاحلام ما شاء الله كيفاش دايرين موديلات غايه في الاناقه غايه في الروعه. بغيتي كله نوار بغيتي هكا بهاد لامارك هادي بغيتي بالمونوغرام ديال هاد لامارك اولا بغيتي اللوين نوار ولا الاكسسوار ديالو بالدوغي 450 درهم ربعه ديال لي شوا مرحبا والف مرحبا. ستوك فيهم على قد الحال يعني ليكم نتوما البنات بارطاجيت معكم في القناه نتوما الاولين باش ان شاء الله تستافدوا منه تكونوا سباقين ليه مرحبا بكم وسهلوا الف خير. وفوالا البنات كانت هذه هي النهايه ديال لا فيديو كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. هذا كان الجديد ديال لي ساك اللي دخلوا في لي ساك الكبار ديال السفر. خلوا رايكم في التعليقات وبسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.